رمي اش راه قودة بياش نقرا صاحبي بياش نقرا غير والله جاي تونس اقسم بالله هنا بغينا ندير واحد المختبر تاع الاجوبة في الراس سير على بركة الله سيد اليوم خرجة زوينة يوم العيد مبروك عواشركم الخوت مبروك عواشركم الخوت تحية من الناس الحجر الصحي اليوم احنا ما كاين لا حجر لا والو خرجنا برم اي السنة برمعكو برمانو اسمكي اسود وين برماش برماش السلام عليكم اولا كنشكرك السي حميد على هذا الفيديو هذا اللي بغيتي دير باش نبينوا فيه كيفاش عشنا اليوم وكيفاش دوزنا الاجواء ديال اليوم الحمد لله اليوم العيد عيد مبارك سعيد على الجميع والله يخلي علينا وعليكم طول العمر اش قول مدرا وكل ما تمنيتو ان شاء الله الله يرفع علينا الله يجعل هذا العيد هذا يكون يدخل علينا بالفرحه الله يرفع علينا هذا الوباء هذا اللي كتعيشوا بلادنا هاد الأزمة هادي اللي كتعيش بلادنا واللي هي ياسر جاوي ربي بوعالي على كيس الشر مغروسها اليوم حنا كنتواجدوا في هاد المنطقة هادي منطقة شاسعة منطقة جميلة بكل امتياز اللي معروفة بالأشجار الأرز وكتحتوي على جميع المؤلفات الطبيعية الحقيقية جينا اليوم دوزنا النهار هذا نهار زوين مع الحباب مع الأصدقاء جينا قبيلة أيت بومزوغ اللي هي تابعة لإقليم خنيفرة على بعد 33 كيلومتر كيف ما كتعرفوا أقلمام أشزا جوار أقلمام أزكزا جوار تيقلمامين الشيخ عزيز أجدير اللي هو معروف على الصعيد الوطني لا سورس ديال المربيع ديال الام ربيع اللي هي معروفه اللي كتوفر على 47 عين وكيف ما كتشوفوا شوفوا معنا ابعدا الله يرحم لك الوالدين دور التليفون باش شفتوا هذه الارز هذا شفتوني معكم انا هذا السيد هذا جا من فرنسا شداتو الظروف شداتو هذه الازمه هذه هنايا فاحنا جيت فخورين به لان صديق ديالنا وبكل افتخار عزيز علينا وفي قلبنا والسيونس كنشكرك على الحضور ديالك والحضور ديالك امين الدروب شوف غادي نرجعوا لك بركه 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 عليك غادي نمشيو حنا اليوم حنا اليوم اليوم العيد وجينا دبرنا على الزرده هذه وجينا نزردو دور الكاميرا على احمد هو اللي غيشرح لك كيفاش بعد غسل الماء وسط عمر الخارج اليوم العيد خاطر الناس حجر الصحي تحية اليوم حنا شي كورونا لا قطع يا وسطف وسطف سير سير ربي ما سير بنان والشدية وعطهم رفض غاو والتشكو قال انا قرو 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 خذ 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 خذ